السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أوقاتكم كل خير. معكم أخوكم كابتن صبري أبو الفرج، وحلقة اليوم إن شاء الله هتكون عن كيف يتكون البرق وإيش أضراره على الطائرة إذا كان في أضرار. البرق سبحان الله تكوينه عبارة عن شحنات كهربائية، هواء ساخن يكون من أسفل يرتفع إلى أعلى، والهواء البارد اللي تكلمنا قبل كده في الغيوم بتكون فيه قطرات الماء تتحول إلى بلورات ثلجية وبتبدأ تهبط. الهواء الساخن سبحان الله يحمل شحنات سالبة، والهواء البارد يحمل شحنات موجبة. في عملية الصعود والهبوط بيتلاقهم مع بعض وقت هطول الأمطار، لما تبدأ تتقل حبة البلورة حقت الثلج وتبدأ تنزل إلى درجات حرارة حارة شوية، فتبدأ بتسيح وبيبدأ ينزل المطر. هذه هي اللي تكلمنا عليها قبل كده، موضوع المطر. فلما بتبدأ بالنزول والهواء الساخن الموجب الشحنات السالبة بيبدأ في الصعود بيتلاقوا مع بعض، فبيسووا الضربة هذه اللي هي بيطلع منها الوميض النور اللي هو حق البرق. بالضبط زي أكنك لما تجيب سلكين كهرباء وتضربهم في بعض، بطارية السيارة لما يسووا كده مع بعض بالاشتراك طلع لك كده شرار. هذه هي الأساسيات، هذا هو عملية البرق كيف بيصير وكيف بيحصل من موجبة كهرباء سالبة وكهرباء موجبة، بيتقابلوا مع بعض وبتسوي الفرقعة هذه وبينتج عنها النور اللي هو بنشوفه احنا البرق، لكن الصوت يسموه الرعد. فهذه هي بالضبط موضوع البرق. طبعا سبحان الله احنا نعرف انه النور أسرع من الصوت، فعشان كده بنشوف البرق وبعدين بنسمع صوت الرعد. وطبعا يعني اللي بيحمل الصوت اللي هو الهواء، فهل الهواء سريع هل هو غير سريع، اتجاهه وإلى آخره. فبنشوف البرق بينزل مثلا وبيضرب في الأرض وبعدها بنسمع بصوت الرعد. واللي بيحدث سبحان الله إنه البرق هذا حار جدا، درجات حرارة عالية جدا فيه بسبة الاشتراك الكهربائي اللي بيصير، فلما بينزل وبيضرب في الأرض بتسخن الدنيا، فالهواء الساخن قلنا بيطلع تاني مرة وبيطلع وبيصير وميض جوة السحاب تاني مرة وخلخلة داخل السحاب، وهذا اللي بيسوي مطبات جوية خطيرة جدا بين السحب الركامية اللي بتتكون فيها الأمطار الشديدة والبلورات الثلجية هذه. خطير جدا لما يضرب، يعني لما يضرب في منطقة عشبية هيحرقها، لو في إنسان لا قدر الله هيتوفى من الضربة الصاعقة هذه، لأنه سبحان الله قوة الكهرباء داخل البرق هذا رقم مهول، ما يقارب من حوالي 20 إلى 30 ألف أمبير، 20 إلى 30 ألف أمبير، رقم خيالي في قوة البرق هذا. فلما بينزل على شيء بيحرقه حرق شيء مو معقول، والله لا يستر علينا كلنا، لا يجي مثلا في يضرب في إنسان هيسيحه. فالبرق هذا خطير، فلذلك لما تكون في أمطار وفي برق وأي أشياء في يدنا زي جوالات أشياء ناقلة للكهرباء المفروض نبعد عنها وقتها و نتفادى الخروج في أماكن فيها أمطار وبرق ورعد. البرق والرعد، البرق سبحان الله لما بيضرب درجة الحرارة اللي بتخلق من هذا البرق حوالي 98 ألف درجة مئوية، يعني حاجة مهولة في الحرارة.
وعشان كده بقول لا قدر الله المضرب إنسان بيسيحه، و98 ألف درجة مئوية ما يعادل 5 أضعاف درجة الحرارة حقت الشمس. فلما بتصير الأمور هذه وبتنزل وبيطلع ثاني مرة الهواء الساخن إلى أعلى بيسوي خلخلة في جزيئات الهواء، الخلخلة هذه بتسوي فراغات من بينهم، فالفراغات هذه بتصدر صوت الرعد بينها. طبعا على ابتعاد الفراغات وعلى سرعة الرياح يعتمد متى نسمع صوت الرعد المسبب بسبة الشحنات الكهربية التي لامست وسوت البرق. فالبرق جدا حرارته جدا عالية عالية جدا. سرعة البرق سرعة رهيبة جدا، يعني في بالثواني تحسب أو أقل من جزء من الثانية. طبعا حدوث البرق في عدة أشياء أقول لكم هي عن البرق. مثلا حدوث البرق نادر ما تشوفه في البحر لأنه ما يقدر يوصل للأعماق والمياه المالحة، يسبب لك حرائق في الغابات، يعني لما يضربوا في غابات وتكون الدنيا حر وشجر ما هو أخضر ده يولع الشجر فيصير حرائق كبيرة في الغابات برضو بسبب البرق هذا. البرق يستمر ثواني فقط كده يصير ويروح فجأة، يعني ما هو حاجة متواصلة، ثواني كده يجي البرق تشوفوه ويختفي ثاني مرة، هي بسبب الشحنات السالبة والموجبة. سرعة البرق أكثر من سرعة الصوت، سرعة البرق توصل لحوالي 250 كيلو متر في الثانية، 250 كيلو متر في الثانية، يعني شيء مهول سبحان الله. الشيء اللي احنا لازم ننتبه له، عشان كده أقول للواحد يجلس في البيت ما يمسك جوال ما أدري، لأنه ما نعرف البرق ده فين هينزل، فين هيضرب في الأرض ما نعرف، أي حتة هيروح ما نعرف. وسبب نزول البرق لتحت هو الجاذبية حقت الأرض سبحان الله، هي اللي بتجذب الشحنات الكهربية هذه لداخل الأرض وباطنها. ممكن يعني لو سمعت البرق في خلال 3 ثواني بعدها سمعت الرعد تعرف أنه السحابة هذه بعيدة عنك بحوالي 1 كيلو. فكل ما الفرق في الوقت بين البرق وال سماع الرعد 3 ثواني كيلو، 6 ثواني 2 كيلو، فيعني لو شفت البرق وبعدها ب6 ثواني سمعت صوت الرعد هذا يعني ان السحابة اللي نزلت منها البرق هذه تبعد عننا بحوالي 2 كيلو. فسبحان الله احيانا نشوف الواحد البرق والرعد يقول لك يا اخي ما في مطر عندنا، فهي تكون بعيدة عننا. يعني هذه حسابات تقريبية ممكن الواحد يقدر يعرفها، يعرف محل السحابة فين اللي محملة بالأمطار الغزيرة هذه كمسألة حسابية. سبحان الله البرق هذا له فوائد، يعني ربنا خلقه كده له فوائد. أول حاجة لما بيضرب الأرض بيفرق ذرات الرمل هذه، ناتجة عنها بيسوي ما يسمى بالزجاج الرملي، حولها إلى طبقة زجاج سموه زجاج الرملي. هذه واحدة. الشيء الثاني الأكربة هذه العالقة في السماء سبحان الله وإلى آخره، البرق هذا بيحرق الجراثيم والبكتيريا اللي حاصلة. فلو تلاحظوا سبحان الله في فترة الحج بعد ما يغلق الحج بتيجي أمطار ورعد وبرق ويقولوا لك والله ما شاء الله منى جاء المطر وغسلها. سبحان الله ربنا بيسر الأشياء هذه عشان الجراثيم والبكتيريا الناتجة عن فضلات الأكل عن أي شيء بتقتل بالبرق هذا. فهذه واحدة من فوائد البرق سبحان الله. الشيء الثالث يعتبر سماد أو يساعد في تسميد الأزرع، لأنه الزراعة لأنه بيغير من غاز النيتروجين ويحول إلى حامض النيتريك وغاز النيتروجين، فبيعمل الخلطة هذه وبيسويها كسماد للزراعة. فالبرق سبحان الله له فوائد كثيرة. نيجي الآن لموضوع البرق وتأثيره على الطيارات.
الطيارات سبحان الله فيها أشياء، هوريكم صورتها، أحط لكم صورتها كده، زي الستيكس خارجة من جناح الطائرة، من ديل الطيارة، من الدفة الواقفة اللي نسميها الردر في الطيارة، هذه بتجمع الكهرباء الزائدة اللي بتيجي من الطيارة. بتيجي الكهرباء الزائدة هذه من برق، بتيجي من أمطار، بتيجي من ثلوج، بتيجي من سحاب ماشية فيها الطائرات هذه، بتسحبها هذه كلها وبتفرغها زي بالضبط. إذا في جماعة ما شاء الله يعرفوا في موضوع الفيزياء وموضوع تأثيث المنازل، في حاجة سموها أرضي إيرثينج، الكهرباء الزايدة اللي بتصير عشان ما تديك ماس لما تيجي تفتح البسبوز ولا شيء في البيت، يقوموا شيء أرضي وبيعملوه أرضي. فهذا يعتبر الأرضي في الطائرة، عبارة عن وصلة جلدة كده وممدودة وفيها زي الحديدة الصغيرة، وهي اللي بتسحب الكهرباء وبتحطها وبتفرغها في الهواء وانت طاير. فهذه يسموها ستاتيك ديسشارجر، لانه لو ما كانت دي موجوده كانت تصير مشاكل كثيره، منها يعني مثلا الراديو لما تيجي تتكلم تسمع فيه شوشره، ممكن ما تكون قويه مره، بعض الاجهزه ما تشتغل في الطياره. فهذه هي لابد انها تكون موجوده. الطياره ما قدرت تطلع الا بعدد معين، كل طياره لها عدد معين تطلع بيه، لو ما هي موجودة الطائرة ما تطلع. هذا بالنسبة للستاتيك ديسشارجر. في بعض الأخوان يقول لك طيب، وهو قالوا لنا زمان إنه الطائرة لما بتيجي وتعمل لاندنج في الأرض، أول ما تمسك الكفرات في الأرض بيطلع دخنة كتير، هذه الكهرباء الزايدة في الطيارة وبتروح الدخن. هذا كلام غير صحيح. الطيارة لما بتيجي في اللاندنج الكفر حق الطيارة واقف ما بيلف، والطيارة ماشية وبتيجي وكفر واقف اكنه ضارب فرامل وبتضربه في الارض، والطائره هذه نازله بحوالي بسرعه حوالي 150 عقده، اي ما يقارب 280-290 كيلو متر في الساعه سرعتها. فعشان يبدا الكفر ويلحق ويجي بسرعه الطائره واو الى اخره، بتصير عمليه الايش؟ الدخنه هذه اللي هي عمليه حرق او تسييح الجلد حق الكفر حق الطيارة. طبعا بيستحمل أشياء كثيرة الكفر حق الطيارة، فما هي مشكلة كبيرة، وكل فترة بتتغير الكفرات حق الطيارة. أديكم مثال حي، سيارة ماشية بسرعة فجأة لا قدر الله بسوي حادث وتضرب الفرامل هذه، أول ما تضرب الفرامل تشوف الدخنة طالعة من السيارة. إيش الدخنة هذه؟ هي احتكاك الكفر الواقف وماشي فوق الاسفلت، هي برضو في عملية الطيارة. هذا هو بالنسبة لموضوع البرق والرعد، وإن شاء الله أكون شرحته بطريقة مبسطة، وفي انتظار تعليقاتكم وأسئلتكم. في أمان الله.